السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم يا أخوان. اليوم موضوع بسيط يا أخوان، حبينا نتكلم إذا أنت حاب تعمل حديقة منزلية جميلة بسيطة مثل الأفكار اللي عملناها، أفكار بسيطة، وضعنا براميل جهنميات ملونة نكسنا و اخترنا الزاوية المناسبة مدخل المنزل، والحمد لله يعني أضافت جمال كبير في الحديقة المنزلية. طبعا محتاجة تنسيق صراحة، يعني محتاجة تنسيق بسيط، ولكن اللي أبي أقوله أنه ممكن تعمل حديقة جميلة وبسيطة بتكاليف يعني بسيطة، بينما مثلا لو اتجهت لشركة ممكن يعني يكون عليك الكوست عالي. طبعا بالنسبة للناس المرتاحة ما عندهم أي مشكلة، لكن بالنسبة للناس اللي شوية ماديتهم بسيطة يعني أو على قد حالهم، يحاول إنه يعني ينسق فقط التنسيق. واللهم لك الحمد ولك الشكر، الجلسة هذه كيف كانت؟ كانت مظلة. اليوم ما شاء الله غرفة في وسط الحديقة، زجاجية دائرية، الستائرها الورود المتسلقة ما شاء الله. الموضوع انه يحتاج وقت على أساس انك تنشئ شيء مثل هذا الشغل، ما راح يكون في يوم وليلة، راح يكون محتاج وقت منك، محتاج تسميد، محتاج تنسيق الورود، ترتيب الورود، الأشياء اللي تحب تحطيها تركبها على اساس انه ضيف الجمال. مثلا انا ضفت الاماندا، ست الحسن، الياسمين الاصفر مثل ما نلاحظ، فاضافت جمال على الحديقه مثل ما ملاحظين ما شاء الله تبارك الرحمن. مدخل الباب محاط بالورود ما شاء الله، الاشجار المثمره على كافة زوايا الجلسة مثل ما ملاحظين، وهذه كانت في بالي يعني أن نكون جالس وأشاهد الثمار خاصة في فصل الصيف وهي متدلية من زاوية الجلسة الداخلية. اللهم لك الحمد، نرسم الخيال ونشاهده على الطبيعة الآن، اللهم لك الحمد ولك الشكر. فالتنسيق يا أخوان عامل أساسي لبناء حديقة جميلة ومريحة لك أنت. شو اللي يريحك أنت؟ أنا نظامي هذا النظام، بغيت الجلسة في الوسط، أو حبيت أنها الجلسة تكون في الوسط محاطة بالأشجار مثل ما أنتم ملاحظين، هذه الزاوية الوحيدة فقط اللي فيها المكيف، عدا ذلك الغرفة كامل زجاجية، يعني الجلسة فيها مريحة جدا بالنسبة لي أنا طبعا يا أخوان. فاللي حاب أقوله أن التنسيق يجعل دائما تعلق بالحديقة أكبر، لأنه أنت اللي منصف، أنت اللي تعبان على هالشيء، ما مثلا جبت شركة وخلصت لك الموضوع وانت قاعد، لا، أنت جالس في بيتك، يوم حطيت فازة تحت، يوم ركبت لك جهنمية، يوم جبت لك مثلا نوع من أنواع الزهور المتسلقة ياسمين أحمر بداد مثلا، راح أراويكم أن حتى بعض النباتات بدأت تتسلق على الأشجار، يعني هذا هني في الطرف هذا بدأت تتسلق على الأشجار، أيضا هني ميكس جهنمي مانجا ياسمين أحمر بداد. فالموضوع جميل بتنسيق بسيط وغير مكلف، وطبعا على حسب زاوية المنزل بتبني انت اساسات الحديقة عليها. يعني انا كانت زاويتي جانبية، فشفت انه هذا الانسب، واستفدت من الواجهة الامامية والواجهة الحديقة، يعني واجهة الحديقة الجانبية والامامية. اللهم لك الحمد خلصت بحديقة مثل ما انتم ملاحظين، والله يجعل لكم إن شاء الله الأجمل منها والأفضل منها. حبيت بس أتكلم عنها وأقول
أنه ممكن تنسق حديقة جميلة وتأسسها على رغبتك أنت، على الأشجار اللي أنت ناوي يعني تنتقيها أنت. أنا مثلا عاشق للمانجو، ف يعني أكثر أشجاري مانجو، ولكن في بعض الشجيرات مثل الشيكو كان في توت وأزلته حطيت مانجا، لأن المانجا عشق بالنسبة لي أنا. هذا الكلام اللي بقوله أني أنا اخترت المانجا، لكن أنت ممكن تختار أشجار متنوعة، ثمار متنوعة، الأمر متروك لك. طبعا العناية والاهتمام بحديقتك يربطك بها. والله يسعدكم يا أخوان ويبارك لكم ولنا ويرزقكم الصحة والعافية، ونشارككم هذا الجمال، وفقكم لكل خير.